تعالى بقى نشوف فعلا يعني قصه واقعيه حصلت على ارض الواقع، ونشوف احد المستقلين. هو معانا على التليفون الاستاذ محمد خلف امين، وهو كان مراسل قناه الجزيره مباشر مصر ومن المستقلين من هذه القناه. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ ريهام، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، وقول لي انت استقلت امتى من هذه القناه؟ أنا استقلت من قناة الجزيرة مباشر مصر يوم 8/7/2013 بعد ما حصل 30 يونيو وثورة 30 يونيو. أسباب استقالتك كانت إيه؟ وطبيعة شغلك كانت إيه؟ كلمنا عن تجربتك يا أستاذ محمد. أنا كنت مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر في بني سويف، اشتغلت فيها من شهر 6/2011 لغاية 8/7/2013. الحقيقة يعني أنا أصلاً في الأصل ابن التلفزيون المصري، وكلمني حد من القناة واحتاج إن أنا أبقى مراسل ليهم هنا، وكانت الوقت ده كان يعني الدنيا فيها سيولة، وكان سهل جداً إن الواحد يشتغل في أكتر من مكان، يعني يراسل أكتر من مكان. أنا مش يعني ماليش صلة أو ليا انتماء فكري، أنا راجل بشتغل بمهنية يعني، وقدرت العمل في محافظتي المهنية والحمد لله، يعني ما كانش عندي أي مشكلة خالص. بس فوجئت في قبل 30 يونيو لقيت يعني في توجيهات وتعليمات بان احنا نبقى متشددين في خصوص الموضوع الخاص بالاخوان، وان احنا نبقى مؤيدين ليهم، وان احنا ما نهتمش بتمرد او ما نفكرش ان احنا نتابع انشطه التمرد. جالكم تعليمات واضحه بدايه يا استاذ محمد؟ جات لنا تعليمات واضحه ان احنا ما لناش يعني احنا بنهتم بان احنا نبرز الجانب الكويس في الاخوان، وان هم يعني بيديروا البلد بشكل جيد، وان الوضع التمرد ده وضع مش كويس. احنا كنا بنشتغل الحقيقه في مجال الاخبار بس، يعني احنا المفروض ان احنا بنؤكد ده على جوه التغطيه الاخباريه، احنا مالناش علاقه بالبرامج يعني. فكنا مثلا بنصور الحاجات اللي هي مظاهرات تمرد مثلا، وبنصور المظاهرات اللي هي بتأيد الاخوان، لان كان وقتها كان يعني الميدان كان في مكان للتمرد وفي مكان للاخوان، وكنا بنتابع هنا وهنا يعني، لكن هو كان بيدي مساحة أكبر طبعا لمظاهرات الإخوان والآراء الناس اللي هي المؤيدة ليهم في المظاهرات دي يعني. وبعدين لما جينا في 30 يونيو بدأوا يتصلوا بيا ويقولوا لي احنا عايزين تغطيات وعايزين نبالغ في أعداد الناس الموجودين. احنا كان فعلا كان بيطلب منكم تبالغوا في أعداد في أعداد يعني الإخوان طبعا، مظاهرات الإخوان. يعني هو سألني مثلا انت عندك كام متظاهر؟ فقلت له مثلا في حدود 3000. فقال لي لا 30000. قلت له ما ينفعش الصوره اللي هصورها حتى في الشارع ما تجيبش 30000. قال لك طبعا خدها من كادر ضيق وخدها عشان تبان انه العدد كبيرة وكل الحاجات اللي كنا بنشوفها وقتها. بالظبط. فرفضت الشغل بالطريقه دي، فقالوا لي طب انت اقعد في البيت واحنا هنجيب حد من عندنا هيشتغل مكانك، وثق تماما انك انت معانا ومكمل معانا، ومرتبك هيجي لك على البنك كما هو معتاد، مفيش اي مشكله، واللي حصل في مصر ده كله اخره شهر او شهرين، والرئيس مرسي هيرجع مره تاني والدنيا هتبقى تمام ومفيش اي مشكله، ولو عايز تكمل معانا يعني. فاخدت قرار اشوف الدنيا فيها ايه. لقيتهم جابوا مكاني امين حزب الحريه والعداله، امين الاعلام في حزب الحريه والعداله. فبقى الدكتور ناصر سعد اللي هو امين الحزب هنا في بني سويف هو مراسل قناه الجزيره. طبعا بيتكلم عن المظاهرات العارمه والشوارع اللي مليانه والشعب اللي خرج عن بكره ابيه ليؤيد الدكتور مرسي، وطبعا بداوا يستخدموا زوايا زي ما حضرتك قلتي زوايا القريبه للتصوير وكده، ابتدت بقى تحريض علني، فلقيت الوضع مش سليم. فكلمت اداره القناه وقلت لهم يا جماعه انا مش عارف استمر بالوضع ده، لا عايز مرتب ولا عايز اكمل معاكم. فقررت اتخذت قرار بالاستقاله، وساعتها ظهرت معاكم بالليل مع الاستاذ هميش الحديدي واعلنت القرار ده على الهواء لاول مره. اتصلوا بيا هم من المحطه وقالوا لي ثق تماما انك انت كده مالكش اكل عيش معانا، ومش هتدخل قطر، انت راجل مسجل ضمن الناس اللي ما ينفعش تدخل قطر بعد اللي انت عملته، لانك انت اسات للمكان. بعد ما ظهرت في الاعلام وتحدثت. طلعت في السي بي سي، وطلعت في المحور، وطلعت في قناه النيل، كذا قناه اليوم السابع الشروق وكده يعني، الحمد لله اكتر من وسيله اعلاميه احتفت بالقرار اللي انا اتخذته ده. فكلموك وقالوا لك مش هتدخل قطر ومالكش شغل تاني معانا. اسمك ما ينفعش يدخل قطر تاني، وانت اللي جبته لنفسك، احنا كنا مستمرين معاك، كان مرتبك هيجي لك في البنك، والقصه دي كلها مش اخرها شهر بالكثير، والدكتور مرسي راجع مره ثانيه، واحنا عارفين ان احنا بنعمل ايه وشغالين ازاي يعني.
القناة هي يعني أجندتها هي أجندة فوضوية، يعني أنا مختلف مع أستاذ أحمد أيوب أستاذنا، يعني هي فوضوية، هو عايز يثير الفوضى، يعني هو مش مع الإخوان، هو عايز يثير قلاقل في مصر. هو بيعتمد على أن هو بيعمل زوم إن جامد قوي على الصورة. ازاي مش عايز، ازاي مش مع الاخوان وهو قال لك احنا مع الاخوان واحنا بنستخدمهم يا فندم، هو بيستخدمهم واحنا بندعمهم ومرسي راجع. هم اداه في ايد الدوله، اداه في ايد قطر، يعني هو الاخوان مجرد اداه في ايد قطر للاضرار بالدوله المصريه والاضرار بكيان المصري، يعني هو هدفه مصر، هو مش هدفه ان هو يمكن الاخوان، الاخوان اداه في ايدهم لتدمير مصر. تقبل حضرتك بيساندوهم لتدمير مصر، تمام، ما اختلفناش في دي. يعني طيب قول لي بعد الاستقاله الوضع بالنسبه لك كان ايه؟ الى اي مدى كان في ارتياح ان انت تركت هذه القناه؟ طبعا انا نفسيا استريحت اولا هنا، يعني لقيت قبول وترحيب من ابناء بني سويف كلهم اللي يعرفوني، على اساس ان انا اتخذت قرار في وقت مهم جدا ووقت حساس من تاريخي ومن حياتي. نمرة اتنين، احنا بقيت حاسس ان احنا استردينا بلدنا اللي كانت مختطفة، وحسيت ان احنا قدرنا ان احنا نعبر عن قرارنا، وكنت بنزل وبصور للسي بي سي بعدها، ونقلت المظاهرات اللي هي في التفويض والمظاهرات. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ محمد خلف أمين، مراسل قناة الجزيرة مباشر المستقيل.